حيث منكسري القلوب في الموضع المقدس. من اللي بيصعد لجبل قدس الطاهر اليدين النقيل القلب لما حمل نفسه لفعل الباطل؟ لم يوعد كذبا، لم يحلف كذبا. الطاهر بدم المسيح القدوس، القدوس. عايزين نرفعه ونباركه ونعظم اسمه ونديله مكانته. هو الرب الجالس على العرش، صاحب السلطان المطلق على الحياة. اديله مكانته في حياتك، في بيتك. نحييكم من هذا المنبر باسم الطبيب العظيم رب المجد يسوع. هاليلويا 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 هاليلويا. هاتي بطيب فوق رأسك، ابني الان اعرف حق قدرك. عوضا عن شوك في كليلك، وابكي ان لا راسي على صدرك. لا يكن في قلبي شريك لك، لك كل قلبي، لك وحدك. ولينكسر قلبي ليشبع قلبك، كل شهوتي في مجدك. سوا انكسرت قلبك من اجلي انا، ما قارورة فيني اكسرها هنا عند قدميك وادهرهما. حيث راحتي لا ولا عنا، اتي بطيبي عوضا عن شوك في كليلك.
احبائي والناس اللي بيشاهدونا بقف معنا من فضلك. نعظم الرب فعلا، نفرح بهذا الاله الحي. يمكن انت مش مدرك عظمه هذا الاله وما يريد ان يصنع معك في هذا المساء، لكن تعال بقلبك، تعال كما انت، القي بهمك بخطاياك، ارتمي على صدر الحبيب يغسلك من أدرانك وأثامك ونقيك، تصبح إنسان جديد. المركبة هي جات وفرد القلوع والريس فيها بينادي يا رايح اللي يسوع أنا ذا خلص. مستحق المجد أحبائي لمفتدى شعب. هاتوا له التاج الذي جل عن المثل وتوجه وحده رب Thank you.
تسبيح. Can you have some reverb please? Reverb. زيد المسيح تسبيح للإله. نادوا الأبطال أبطال يمشوا بصليب قدام كرسي المسيح تسبيح علوا الإله بنغمكم. نادوا الأبطال أبطال يمشوا بصليب قدامكم قولوا أول الموت تلقوا السلطان وما فيش إلا بدم الغفران. ونور الإنجيل بيزيد بيزيد المسيح تسبيح علوا الإله بنغمكم. نادوا الأبطال أبطال يمشوا بصديق قدامكم سيدوا المسيح تسبيح علوا ترنيم ليسوع. أنا سامع شوية صوت هنا. على فكرة ما فيش يا أخي بيتر صعايدة في المكان. الصعايدة الأقوياء عارف. مرة من المرات كنت في صعيد مصر يا أحبة وبرنم ما تعلمتش أعيش وأنا خايف. ما سمعتش صوتي. الصوت الجهوري ده ما بانش.
كله لع لع لع. أنا عايزين نسمع اللع دي، عايزين نمجد الرب. أنا ساكن في حصون الصخر، احنا عايزين نسمع أصوات المؤمنين المفديين بدم الرب يسوع. وأنا أؤمن أن الليلة باسم الرب يسوع نفسه سيكون يوم تحرير وخلاص وشفاء وفداء لآخرين، فتصبح هذه الجماعة الصغيرة، كل هذه الكنيسة الحقيقية، جسد الرب يسوع الذي هو رأسها، مفدي الرب. قولوا أمين. أنتوا معايا ولا أشكرك ولا مع الأسف ولا معايا؟ مع الأسف معايا. طيب يلا مع بعض. ترنيم 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 ليسوع أعظم إله، ترنيم 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 مجد بيملى الحياة، ترنيم 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 قول معانا أعظم إله، ترنيم 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 مجد
من فضلك آمني في هذا المساء أن الرب يحررك إلى التمام. الإيمان بالرب، لا تطرح ثقتك. أنا حاولت بنفسي كتير والماضي عشت أسير، لكني جيت لك أنت الليلة خدت قوة تحرير. خد القوة معك، ربي يلمسك ويحررك بالأمام، يحررك بالكلمة، لأنه هو الرب العظيم، أعظم اسم، أعظم إله. أهل العالم لديهم آلهة كثيرة وبيعظموها، المال، الشهوات، اللذات، بيفتخروا بشهاداتهم. نحن نفتخر بالرب يسوع الحبيب الغالي الذي أحبني، الذي حررني من سلطان الخطية، من سطوة العالم، وأعطاني حياة، حياة الخروف. أنا أعيش بحياة الخروف. مخلصي ذوب على الصليب رفع، حملت اللعنة، العمل أكبر والشيطان صاح. مجدا لك، مجدا لك مخلصي ذوب على الصليب رفع، للتطهير، للحياة، للخلاص، للحرية والشفاء، للحماية، للنصرة. دماؤك مجدا خلصتنا، مجدا خلصتنا وتخلص بالدماء، مجدا خلصتنا، مجدا خلصتنا وتخلص بالدماء. وسط المحنة بسرعة على يسوع الحلم وجل أقوام، ألف وعوده إني وجوده تملي معانا أمان وسلام. وسط المحنة سرعة على محنة، يسوع الحلم وجل أقوام، ألف وعوده إني وجوده تملي معانا أمان وسلام. سر حياة وبرنمها بصوتنا، سر حياة الرب يسوع وبرنمها بصوتنا سموع. هو الكلمة وهو الله، هو بروح أعطاني حياة، هو بروح أعطاني حياة. نادى علينا وشط وفلك نجاة، سرنا سفينة بيد أمينة على الموجة ونعنا معانا. دعا علينا
يقدر يقول معايا الكلمات دي، مفيش فقوس وخيار، مفيش رز وبرغل، في مسيحيين حقيقيين مولودين من الله. طايفتي وافتخر، نفسي تقول معايا بعد الليلة واحنا بنصلي مع دكتور زكريا، مسيحي مكسور بالدم وافتخر. نفسي انا عايز اقول لك ان الرب هنا بكل عظمته وجلاله، الرب حاضر حيثما اجتمع اثنين او ثلاثة باسمي، هناك اكون في وسطهم. هو هنا ملاذ ارواحنا، شفاء نفوسنا. أنت تحطم القيود وأنت تكشف الأسرار، وكل قلب في جمود بلمستك يحال نار. أنت بالحب تسود، أنت تهدم الأسوار وتخلص من يعود. أنت قدوس وبار، والآن أنت بيننا وليس عنا ببعيد، تسمعنا تملأنا بروحك من جديد، فتهتف أعماقنا ومعك شيئا لا نريد، ويشهد سلوكنا بأنك رب نشيد، بك تهدأ الحروب، أنت تمنح السلام، أنت تغفر الشرور، أنت تستر الآثام، أنت للقلب سرور، أنت للنفس شفاء، والأيام إذ تدور أنت تضمن السماء، والآن أنت بيننا ولست عنا ببعيد، تسمعنا تملأنا
ويشهد سلوكنا بأنك رب مجيد. وأنا لي مين غيرك، أروح لمين غيرك؟ أنا لي، قول معانا، غيرك وأنا لي. أنا على الرب أحبائنا ومحضر مقدس، غيرك وأنا لي. هدئ نفسي أمامك، سكنني، قل كلمة، قل كلمة، قل كلمة فيبرأ داء الآن، قل كلمة، قل كلمة فأنا أنتظرك بالإيمان. قل كلمة، قل كلمة، قل كلمة فيبرأ داء الآن. قل كلمة، قل كلمة فأنا أنتظرك بالإيمان. يا الله الكلمة الأزلي وحدك تمنح للغفران، تمنح نفسا قد حطم اليأس وعاد ترجو أمان. قل كلمة، قل كلمة، قل كلمة فيبرأ داء الآن. قل كلمة، قل كلمة فأنا أنتظرك بالإيمان. يا الله الكلمة الراعي وحدك تشفق على الإنسان، تلمس نفسا قد حطمها اليأس وعاد ترجوها. قل كلمة، قل كلمة، قل كلمة فيبرأ داء الآن. قل كلمة، قل كلمة أنا أنتظرك بالإيمان. حاسس فعلا بحضور الله، ونشكر الله من اجل فعلا جو الاجتماع الرائع المرفوع. بشكر من اجل فرصه الاخ زياد والاخ ايمن، المواهب الحلوه اللي عندكم هنا في ناشفيل تينيسي. صباح الخير. مساء ايه يا عم ده؟ انت صدقني انت لو جيت هنا مكاني وشفت الوجوه الحلوه دي منوره مش هتقول مساء الخير، هتقول صباح الخير. فانا اعني ما اقول صباح الخير. طيب فرحان جدا ان احنا نكون معاكم في الليله الثالثه من عيد الطبيب العظيم في ناشفيل تينيسي، الليله الختاميه. وانا واثق انه زي ما احنا شايفين الرب مجهز لينا الخمر الجيده للنهايه، وانا واثق انها ليله عيد ما تخطر على البال. حد اول مره يجي النهارده ما جاش امبارح ولا اول امبارح؟ يا ده انتوا فاتكم كتير. لكن انا واثق الرب هيعوض لينا النهارده. مرة تانية بحب أرحب بحضراتكم بالنيابة عن أسرة الطبيب العظيم، كل واحد كل واحد كل واحدة موجودة فيكم هنا. كمان بحب أرحب دلوقتي ترحيب خاص بأحبائنا مشاهدي قناة الكارما اللي بيشوفونا في كل أنحاء العالم. بنرحب بيكم من ناشفيل تينيسي
في الليلة الثالثة الختامية لعيد الطبيب العظيم. فرحانين ان انتوا تكونوا موجودين معانا، وخلينا كلنا نحيي قناة الكارما بنحييكم كلنا من هنا من ناشفيل تينيسي. كنا نتمنى تكونوا موجودين معانا، بس انا واثق حتى لو انتوا بتشاهدونا على الشاشة، لكن اكيد الرب مجهز بركة لكل واحد فيكم. و speaking of قناة الكارما، وبنسبة قناة الكارما أنا بشكر الله من أجل العمل العظيم اللي الله عمله في قناة الكارما. حد بيشوف قناة الكارما هنا؟ أنا سألت السؤال غلط. طيب حد ما بيشوفش قناة الكارما هنا؟ 3 4 5. طيب أوكي 3. طيب أنا بشكر الله من أجل العمل العملاق. قناة الكارما هي مفروض يكون معانا النهاردة صامويل استفانوس مؤسس ومدير قناة الكارما. هو كان معنا الأسبوع اللي فات في السويد، لكن هو طلع على ألمانيا وما قدرش يكون موجود معنا. فأنا بقى بالنيابة عنه بشجعكم أن أنتوا مش بس تشاهدوا قناة الكارما. على فكرة زي ما أنتوا عارفين، وصامويل استفانوس لما كان هنا خبركم عن تاريخ الكارما، التاريخ بتاعها لما هو كان على قلبه يعمل قناة تلفزيونية، وكان وقتها يعني something unheard of أن واحد يبدأ قناة تلفزيونية مسيحية 24/7 24 ساعة في 7 أيام، ما حدش سمع عنها قبل كده. وأنا يعني اللي منكم في سني في مصر كنا نفتكر زمان قوي إنه كنا نقعد نستنى طول الأسبوع علشان يوم الحد نقدر نسمع نص ساعة يدهلنا على صوت على قناة أو صوت فلسطين في الراديو، وكنا نسمع نص ساعة مثلا يدي لك وعظة ترنيمة قداس، نفضل مستنيين الأسبوع كله عشان نسمع الحتة دي. لكن نشكر رب خير كبير إن الله أوجد لينا قناة، وأنا بشهد شخصياً بمصداقية القناة دي ومصداقية القائمين عليها. بدأت في الجراج، ربنا قال عشان يبدأ قناة كان محتاج $1,000,000، لكن حط على قلبه إن هو يبدأ برغم من ما عندوش الإمكانية، ترهن بيته، بدأ من الجراج. إن الناس اشتكوا إنه مفروض ريزيدنشال إيريا، مفروض ما يكونش فيها أي كوميرشال. اتنقل من الجراج لمبنى تاني، الرب وسع التخوم، وسع العمل، انتقلوا لمكان آخر. وأنا بشكر الله من أجل قناة الكارما. لكن ليه بقول لكم الكلام ده؟ عشان سببين. السبب الأولاني إنك وإنت بتشاهد القناة دي أو ما بتشاهدهاش، أشجعك إنك تشاهدها. الحاجة الثانية إنك تصلي من أجلها. يعني كمان العمل الروحي عمل روحي، يعني ما فيش قوة تقدر تغير إنسان مهما كان غير قوة الروح القدس. فإحنا لازم كل واحد منكم يكون شريك في القناة دي. أنا بشجعكم إنك تكون شريك معها وتعضد القناة، وتكون فعلا تحس إنك مش بس بتشاهد القناة، وده شيء جميل ورائع وبشجعك، لكن تكون شريك في العمل العظيم ده. مرة تانية للأسف صامويل مش موجود معانا، لكن أنا بشجعكم إن أنتوا يعني تتثقل بالموضوع ده وتحطه على قلبك. 3 تنبيهات صغيرين قبل ما نسمع كلمة الله. الحاجة الأولانية، من فضلكم طفوا التليفونات. إحنا عددنا كبير قوي النهاردة، وتملي معرفش ليه أول ما تبدأ تصلي أو تحضر اجتماع تلاقي حد بيتصل بيك، ابن عمك ابن خالتك اللي بقاله 5 سنين ما كلمكش على طول بيكلمك وانت في الاجتماع. فمن فضلكم نطفي التليفونات. الحاجة التانية، وحضراتكم داخلين اتوزعت عليكم بطاقات تعارف زي ما قلت في المرات اللي قبل كده، والناس اللي أول مرة يكونوا موجودين معانا هنا خدمة الطبيب العظيم بكررها للمرة 100,000 إن خدمة غير طائفية. إحنا نشكر ربنا إحنا الطوائف قسمتنا كتير، وحتى من غير الطوائف صدقوني في الطائفة الواحدة برضو بنحب. يعني إحنا لو كنا لو لقيت 20 لاعب كورة يقسموا نفسهم 10 و10 فريق وفريق، ولو هم 10 يقسموا نفسهم 5 و5، ولو هم 5 يبقى 2 وكده. لكن خدمة الطبيب العظيم خدمة بعيدة عن حدود الطائفية خالص، كلنا بنجتمع مع بعض من كل الخلفيات عشان نعلن حاجة واحدة وننادي بشيء واحد. لا ننادي بعقائد لكن بشخص. انت مش محتاج عقيدة عشان تخلص، لكن محتاج إلى شخص هو المخلص. مش محتاج إلى مكان عشان تتحرر، لكن محتاج إلى شخص هو نفسه المحرر العظيم. وهذا ما ننادي به، شخص الرب يسوع المسيح الطبيب العظيم. نطفي التليفونات. الحاجة التانية، توزعت عليكم كروت تعارف. أنا بشجعك تكتب كارت التعارف لسبب واحد وحيد، وهو في فرص قادمة لو رب أعطانا عمر وكان في فرصة تانية هنا في ناشفيل تينيسي نبعت لك ونقول لك تحب أن أنت تكون موجود معنا فرصة من فرص الطبيب العظيم. الحاجة التالتة، اللي ما بيعرفش فيكم عربي هنا في ترجمة فورية. If you don't speak Arabic and you require translation, please speak to the ushers. They will hand you a headset so that you can follow with us. And please, please, bring it back after the service. It's not a souvenir for you to keep.
So bring it back, give it back to the ushers after the service. دي كانت كل التنبيهات. من تقريبا في ديسمبر اللي فات كان عندنا فرصة للطبيب العظيم في أستراليا. وأنا عايش في تورونتو كندا. فالإخوة الأحباء الأخ باسم حبيب شريكي في الخدمة والأخ جورج على طول بنروح بدري قبل أي خدمة. لكن for some reason أنا كان عندي ظروف خاصة هما سبقوني وقلت أنا أروح بحيث أن أنا أوصل هناك يوم الخدمة يوم الجمعة. فركبت طيارة ونزلت في لوس أنجلوس. بعد كده كان عندي 16 ساعة سفر متواصل في طيارة تانية. وكان عندي ساعة ترانزيت. نزلت من المطار كنت واخد إير كندا وبعدين بدور على يونايتد ما لقيتهاش. قالوا لي لا ده يونايتد بقى في تيرمينال تاني. طب انا يا جماعه يعني ما عنديش غير اقل من ساعه. خدت الشنطه بتاع فين الترمينال. قالوا لي لا ده هناك. او مشيت كده قعدت اجري بالشنطه لحد ما وصلت الترمينال وفاضل حوالي نص ساعه. جيت ادخل قالوا لي لا ده انت لازم تتفتش من اول جديد. طب ما احنا اتفتشنا في تورونتو. قال لك لا انت داخل بقى ترمينال تاني. طيب ماشي. جيت لقيت طابور طويل قوي. فرحت الواحد قلت له يعني انا الطياره بتاع. قال لي طب اوكي خش من هنا. دخل قلت خلاص يا سلام. وانا داخل سمعت اسمي بينادوا عليا بيتر تادروس بينادي عليك عشان جيت يا خف. فجيت حاطط الشنطه بسرعه على السير وبسرعه والاقي بقى يا فندم تعرفين الشنطه كده. ولو الشنطه دخلت على السير تاني يعني معناها ايه تفتيش تاني. ايه الحكايه. اتاري الشنطه راح احطها في سير تاني. وهو دخل في السير الثاني اسمع اسمي بيتر تدرس الطياره هتطلع. ايه اللي حصل. فلقيت بقى تاري في طابور تاني بقى للتفتيش الثاني. فواحد قدامي قلت له انا. قال لي لا انا كمان برضو طيارتي كده. جه الراجل وبعدين في الاخر وسامع اخر صوت اخر نداء. قالوا لي في الميكروفون سامع صوت بيتر تدرس اخر نداء هنطلع شنطك من الطياره. اوكي ولسه شنطتي ما جاش مكان دورها. فين لما جاء دورها وفتحه كان معايا علبة ميتا ميوسل بتاع المعدة ده. فقال لي هو ده اللي عامل لك المشكلة. مهم سمعت. قالوا لي خلاص استولي. جريت على باب الطيارة وكان في مسافة طويلة وعمال أعرق واجري. وصلت الباب قالت لي ده احنا بنشيل شنطك من تحت. قلت لها أنا عندي كونفرنس. ومهم دخلت وتخيلوا بقى منظري كده الجميل وانا داخل وكل الطياره قاعدين وقدامهم لسه 16 ساعه وانا معطلهم كل التعطيل ده كله. بس لحقت الطياره على اخر لحظه. الشهر اللي فات كنت انا وريما مراتي كنا في كاليفورنيا حاجه تانية. كاليفورنيا في حته تانية وراجعين على تورونتو كنا في قناه الكارما. وبعدين كان في الجيت اللي جنبينا طياره رايحه سنسناتي وسامعهم عمالين ينادوا على واحده. نادوها على اول مره ما جاتش. تاني مرة نادوها. تالت مرة ما جاتش. فين لقيتها واحدة أنا كنت شايفها بس ما عرفش إن دي اللي بينادوها. لقيتها قعدت تجري على الباب. عبال ما راحت كانوا قفلوا الباب. قعدت تخبط على الباب وقعدت تقول كلمات وحشة ولعنات وهي بتخبط على الباب ومحدش رد عليها. وتشوف منظرها بالحسرة وهي فاتتها الطيارة. مش عارفة أكون في طيارة إمتى رايحة سنسناتي. أنا لحقت على آخر لحظة. هي نادوا على اسمها ثلاث مرات وما سمعتش معناها. كانت قاعدة بس مشغولة بالتليفون وكانت بتكلم مع مجموعة مع أصحابها ما سمعتش النداء. النهاردة آخر ليلة في الطبيب العظيم. أنا خايف لحسن يتحقق فينا اللي قالوا أرمية مضى الحصاد انتهى الصيف مضى الطبيب العظيم ونحن لم نخلص. النداء الأخير ما تنساش. ربنا عمره ما هيبعت لك دعوة على يد محضر. لكن الباب مفتوح. الباب مفتوح. لكن عايز أسيب معاك الآية دي. اليوم آخر يوم. آخر يوم. إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. خلونا نرحب برجل الله وخادم الله الدكتور زكريا ستورو. اللي جاء من مصر مخصوص عشان يكون موجود معانا الثلاث أيام دول. أحلى ناس في الدنيا ناس ناشفيل تينيسي. صدقني زي ما قال بيتر صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. يعني منظركم جميل والكنيسه الناس مش لاقيه مكان واقفه مع ان الكنيسه واسعه. بس ده يدل على عطش حقيقي في ناشفيل تينيسي لكلمه الله.
حد فرحان بالرب؟ ان معانا مرنم حلو، طبعا اخونا ايمن من زمان اعرفه اللي رنم في الاول، واخويا زياد شحاده، نفسي اطلب منه ترنيمه تاني كمان. ايه رايكم ترنيمه بتقول ناس كتير، ده انتوا عارفينها، على اسمك وهم. تعال نرحب بزياد مره تاني وقول لنا الترنيمه دي. اخوة العازفين يجوا معانا. خلي بالك من الكلام ده، في ناس كتير مسيحيين بالهويه، عندكم في الباسبور الامريكي ما فيش ديانه، بس في الباسبور المصري في الديانه، او باقي في الشرق الاوسط كله الموضوع الديانه اللي في البطاقه مش هو اللي يوديك السماء، المهم قلبك يكون ملك للمسيح. يلا مع بعض. ناس كتير على اسمك وهم جاهلينك، ناس اكتر بالاسم لك وبتعبد غيرك، ناس كتير على اسمك وهم جاهلينك، ناس اكتر بالاسم لك وبتعبد غيرك، ناس تانية تشتاق لك تتمنى تجيلك، ناس تانية تشتاق لك تتمنى تجيلك، في ناس هنا وعايشين لك وتموت ولا تهيك. وعايزينك ناس وصفوا في كنايسهم وانت غايب عنهم، في ناس خدقوا في كنايسهم تعاليمهم وعلمهم، في ناس وصفوا في كنايسهم وانت غايب عنهم، في ناس خدقوا في كنايسهم تعاليمهم وعلمهم، والروح بيضمني وماتي لكنيستك من غيرهم، والروح بيضمني وماتي في كنيستك من غيرهم، في ناس عندن وحدة عمدان وحجارة ومنارة إيمانهم. وعايزينك وحبينك وعايزينك وحبينك، تيجي بلدنا تاني الروح بنجيلك، نشهد هنا عن اسمك وانت شهد عنا، نحمل بفرح نيرك وانت اللي شاجلنا، نشهد هنا عن اسمك وانت شهد عنا، نحمل بفرح نيرك وانت اللي شايلنا، نخدم هنا في ولادك وبتخدم فينا، نخدم هنا في ولادك وبتخدم فينا، نحمي إيمان إنجيلك، نحمي إيمان إنجيلك، وإنت اللي حامينا. وعايزينك بلدنا
على صمنور فين تاني؟ ايوه وعلى منهاري تاني فين تاني؟ وعلى المنيا تاني وعلى مصر تاني عشقك بالاوسط تاني وعلى كنيستنا تاني يحيي الابطال تاني عزه وكرامه تاني علق النسر تاني وعلى الخدام تاني بركه مضاعفه تاني وعلى الشباب تاني عفه وطهاره تاني بالروح بنشيلك بالروح بنشيلك ونجا حمادي تاني دكتور زكريا قول معانا نجا حمادي تاني بركه مضاعفه تاني خدمه المجد تاني بالروح بنجيلك بالروح بنجيلك عايزك عايزك لبيتي عايزك لعلاقاتي لكنيستي لشغلي وعايزينك وحبينك تيجي بلدنا تاني تيجي بيوتنا تاني تيجي بلدنا تاني بالروح بنجيلك بالروح بنجيلك شكرا جزيلا. تعالوا نقف مع بعض ونقرا كلمة الله. تعالوا نقف كلنا مع بعض ونقرا كلمة الله. نقرأ معا من سفر. مين كان حاضر معانا أول امبارح وامبارح؟ طب مين أول مرة يجي النهاردة في الفرصة؟ طيب تلت يعني تلت وتلت وتلت. أول ليلة اتكلمنا عن داود وهو بيقابل مين؟ جولياط. وامبارح اتكلمنا عن داود وهو بيقابل برافو ما في بوشس. والنهاردة آخر ليلة هنتكلم برضو عن داود وهو هيقابل راجل مسكين. هو صورة ليا وليك. تعالوا نقرأ من صموئيل الأول أصحاح 30 ومن عدد 7. صموئيل الأول أصحاح 30 وعدد 7 والقراية قدام حضراتكم على الشاشات. في بركة أنك تقرأ معنا. ممكن تقرأ معنا صوت عالي يلا. ثم قال داود لأبياثار الكاهن ابن أخي مالك قدم إلي الأفود. فقدم أبياثار الأفود إلى داود. فسأل داود من الرب قائلا إذا لحقت هؤلاء الغزاة فهل أدركهم؟ فقال له الحقهم فإنك تدرك وتنقذ. أرجوك اقرأ معايا بركة أنك تقرأ. فذهب داود هو والستمائة الرجل الذين معه وجاءوا إلى وادي البصور والمتخلفون وقفوا. وأما داود فلحق هو وأربعمائة رجل وقف مائتا رجل لأنهم أعيوا عن أن يعبروا وادي البصور. فصادفوا رجلا مصريا في الحقل فأخذوه إلى داود. يلا ركز معايا. وأعطوه خبزا فأكل وسقوه ماء وأعطوه قرصا من التين وعنقودين من الزبيب فأكل ورجعت روحه إليه لأنه لم يأكل خبزا ولا شرب ماء في ثلاثة أيام وثلاث ليالي. فقال له داود لمن أنت ومن أين أنت؟ فقال أنا غلام مصري عبد لرجل عمليقي وقد تركني سيدي لأني مرضت منذ ثلاثة أيام فإننا قد غزونا على جنوبي الكريتيين وعلى مال يهوذا وعلى جنوبي كالب وأحرقنا سقلغ بالنار. دي بلد داود سقلغ دي. قال له داود هل تنزل بي إلى هؤلاء الغزاة؟ فقال احلف لي بالله أنك لا تقتلني ولا تسلمني ليد سيدي فأنزل بك إلى هؤلاء الغزاة. فنزل به وإذ بهم منتشرون على وجه كل الأرض يأكلون ويشربون ويرقصون بسبب جميع الغنيمة العظيمة التي أخذوا من أرض الفلسطينيين ومن أرض يهوذا. فضربهم داود من العتمة إلى مساء غدهم ولم ينجو منهم رجل إلا 400 غلام الذين ركبوا جمالا وهربوا. وانت واقف صلي معايا في آخر ليلة يا رب تقابل معي أنت داود الحقيقي يا
يا في قلبي عطش ان المسيح يتقابل مع كل نفس فينا. النهاردة يوم 15/10/2017 يبقى اسعد يوم في حياتك. صدقني ما ببالغ، مش عشان بوعظ، صدقني. ومن اخويا الحبيب اسامة متى يجي علشان يطلب بركة الرب على الكلمة في هذه الليلة. تفضل اخو اسامة. وانت صلي، مش معنى ان اخ بيصلي معناه ان ما نصليش، لا، هو اخ بيصلي بديل عننا كلنا، بس قلوبنا مرفوعة. يا ربنا الحبيب الغالي، شاكرينك من كل القلب لأجل مرة أخرى تأتي بنا لتفتح أحضانك لنا يا رب، أحضانك التي ما زلت فتحها على مصراعيها لتقبل الجميع دون استثناء. شكرا ليك لأجل صوت النعم يا رب الذي تقدمه مرة ومرات، لا تكف من عن أن تنادي تعالوا إلي. شاكرينك يا رب من كل القلب، نسألك يا رب مسح لعبدك من يتكلم في هذا المساء. يا رب أعطنا إصغاء أحرى لما تكلمنا به، وعلى كل المجد. طيب اتفضلوا مكانكم. مرة تاني بشكر رب جدا جدا لأجل الثلاث أيام اللي في ناشفيل تينيسي. برحب بكل مشاهدين الكارما اللي النهاردة فعلا بيشاهدونا في كل مكان في العالم. بقول لهم يا ريتكم يا إخواتي المشاهدين تكونوا حاضرين معانا وتشوفوا العطش الحقيقي لأهل ناشفيل تينيسي لكلمة الله. يعني أنا مش عارف طبعا الكاميرات مورا الصورة، لكن اللي أنا عايز أقوله النهاردة إن مفيش وطأ القدم حتى لأول مرة في الكنيسة الكبيرة دي أشوفهم يجيبوا كراسي الناس تقعد عليها وناس واقفة ورا. وكمان أكتر حاجة مفرحاني إن نسبة النهاردة مش أقل من 60% من الحضور شباب وشابات أقل من 25 سنة. خلينا نحيي الحضور الكبير ده، علشان أنا بقول كده مش بحاول ألعب على عواطف حد، بس عشان بيقولك الشباب تركوا كلمة الله. أنا عندي شباب في ناشفيل تينيسي، طبعا مع كل تقديري لكل الدول الأخرى، بس الغالبية من خلفية مصرية، والغالبية صعيدة مع كل تقدير الإسكندرانية اللي حاضرين وباقي يعني، بس الغالبية غالبية صعيدة بيحبوا كلمة الله جدا، مشجعيني ان اوعظ عن جزء زي بتاع النهاردة ده، مقابلة داود مع الرجل العبد. بصراحة من الصعوبة ان اوعظ بيه، وانا عارف ان على الشاشات ممكن يزعلوا مني الناس، بس انا سهل ان اوعظ الناس في ناشفيل تينيسي بالكلام ده لانهم حابين كلمة الله، لان مش هبذل مجهود ان افسر لهم مين داود وازاي يرمز للمسيح. في قاعدة، الناس هنا عندها قاعدة كتابية. أمين. ها؟ باختصار شديد هحكي القصة. داود كان ممسوح ملك، لسه مش ملك، وكان هيغلط غلطة عمره هيحارب أعداء شعب الله القديم، ولكن ربنا نجاه وما حاربش ضد الشعب، شعب الله القديم. رجع لإمراته تثبت، وبيته اتحرق، والمدينة كلها ولعت بالنار اللي اسمها سقلغ. فالناس اللي معاه كانوا 600 جندي قعدوا يبكوا وقالوا نرجمك يا داود، حصلت خيانة يعني. وهو نفسه قعد يبكي حتى لم تكن له قوة للبكاء. بس اسمع الآية اللي بعد كده. أما داود فتشدد بالرب إلهه. لما تزني قوي يا أخويا بتاع ناشفيل يلي في الغربة، يا بنتي يا أختي، لما تزني وتحس بانهيار تشددي بالرب، قولي أمين. إن أبي وأمي قد، والرب تشدد داود بالرب إلهه، وصلى ربنا قال له مراتي عيالي ألاقيهم؟ قال له هتلاقيهم، بس مش عارف هم فين. المهم ماشيين في واد اسمه البصور، والكتاب المقدس حلو نفسي تحبه. يمكن كلمة بصور بالعربي صعبة، بس بصور بالعربي هي بشارة باليوناني، بالعربي آسف، وهي إنجيل باليوناني. وادي البصور يعني وادي الإيه؟ يعني وادي الإنجيل. تخيل وادي اسمه وادي الإنجيل. مين حافظ؟ هقول شاهد اللي حافظه. على فكرة الناس الأمريكان اللي أصلهم أمريكاني حافظين الآية دي على ظهر القلب. روميا 1:16، رومان شابتر 1 فيرس 16. مين حافظ الآية؟
برافو، لست أستحي بإنجيل المسيح. بلاقي أمريكان كتير لما بحضر مؤتمرات أمريكان يعني مش من خلفية عربية، تلاقي أغلب الشباب لابسين تيشيرتات عليهم رومية 1:16. إيه رومية 1:16؟ أنا ما تكسفش بالإنجيل، لست أستحي بإنجيل المسيح إذ هو ديناميت الله، قوة الله في الأصل ديناميت. الإنجيل ديناميت بيفجر قلب الإرهابي، الإرهابي بيفجر الناس بالديناميت، بس الإنجيل بيفجر القلب القاسي. قول أمين. بيفجر القلب الناس اللي عايشين في النجاسة والمخدرات يخليهم قديسين. قول أمين. تقابل معاه فؤاد البصور وشالوه، لقي واحد كده بيموت، يعني هم تهيالهم ميت، حطوا ايدهم لسه في نفس، فراحوا شالوه ودول داود، راح اداله اكل واكل. طبعا هو اداله ميه الاول بس الكتاب قال اكل. طب اقول لك ليه يعني، لانه طبعا واحد ليه 3 ايام عطشان مش محتاج ياكل ولا يقدر ياكل، فكبوا عليه شويه ميه، قعد يشرب ميه كده، وبعدين اداله عيش خبز فاكل، واداله قرص من التين، واداله عنقودين من الزبيب، ورجعت روحه ليه. وداود سأله سؤال، يمكن أغلبكم سمعت وعظات عنه، سؤال من جزئين، لمن أنت؟ من أين أنت؟ مالوش أنت مين؟ أنتم مركزين معايا؟ قال له إيه؟ لمن أنت؟ أنت تبع مين؟ وأنت منين؟ قال له على فكرة هو راجل كبير فوق 40، قال أنا عيل. أنا إيه؟ أنا غلام. هو راجل ولا غلام؟ هو راجل كبير بس قال أنا غلام وأصل نظيف مصري. على فكرة مصر في الوقت ده وما زالت بلد عظيمة، مش كلام ثورجي. ولو لم أكن صدقني أنا، أنت حر متهيألك إن أنا لو لم أكن مصري لتمنيت أكون مصري، لأن هذه البلد الكتاب المقدس، أنا في أمريكا هو وبقول الكلام ده، هذه البلد قال الرب مبارك شعب مصر، ربنا حافظ البلد دي. قولوا أمين. والأردن طبعا على رأس راسي، بس أنا دلوقتي يا عم، طب كم شخص من خلفية أردنية؟ بص يا عم زياد، 5. أنت في تنسي، معلش لما أكون في ولاية تاني خد راحتك. كم شخص من خلفية مصرية؟ بص شوف سكتت أنا أهو، بلاش دي. كم واحد من محافظة المنيا بتفرج؟ ها يا عمي، ده أنا انت هنا بتوعظ في قصة، يعني دي قصة. مع كل تقدير للضيوف، يعني الضيوف الامريكان حضراتكم ضيوف علينا، بس انت قصة. المهم انا ايه اللي جاء، فهو من اصل نظيف مصري، قال انا كنت محترم مصري، بس واحد عماليق من العمالقه اللي هم زي شمشون زي جوليات بني عناق استعبدني، شغلني، حربنا بيت داود وهو مش عارف، وسرقنا مراد داود وحرقنا البلد، يعني بقى عدو. وبعدين عيد، فداود بيقوله لما عيد اكيد وداك هوسبيتال، وداك مستشفى، قال لا، رماني في الصحراء وليا 3 ايام لكلت ولا شربت وبموت. فداود قال له ممكن توصلني للناس دولة؟ قال له أوصلك بشرطين، ركزوا معايا، أنا بسهل الموضوع وبعدين هتكلم كلام بسيط. أوصلك للعمالقة دولة بس بإيه؟ إيه الشرط الأولاني؟ قال له ما تقتلنيش، ما أنت ممكن، هو مش عارف إن داود ما بيخونش، ما أنت ممكن أوصلك وتحصل على اللي عايزه مني وتاخدني لحم. ده إبليس يا حبيبي اللي بياخدك لحم ويرميك، يرميك تراب بمخدرات. حد زعلان مني ان انا بهاجم الخطية؟ يا ريتك تزعل اكتر واكتر وهاجم الخطية. صدقني هاجم الخطية في اسم الرب يسوع، يا الناس تتركها يا تترك الوعظ بتاعي، وفي الاثنين انا كسبان. فقال له ماشي مش هقتلك. قالوا الحاجة التانية، ما تسلمنيش لسيد العماليقي، أنا يا ريتني موت. قالوا لا، اللي يجي مع داود ما يرجعش مع العماليقي تاني أبدا، وهنفهم العماليقي ده الرمز المين.
راح بيه الوادي المفعوص ده، الراجل اللي كان عبد ركب الحصان. يا رب اعملها النهاردة مع كل شاب في اسم الرب يسوع، عندي ايمان ان ده هيحصل. وهذا العبد بقي قائد في جيش داود بايه؟ قولوا تاني، بايه؟ قائد في جيش داود كجندي صالح لمين؟ ليسوع المسيح. راح داود ليهم بيرقصوا بيعبدوا الوثن بيشربوا الدم طبعا وبيسكروا، فبدأ يقتلهم من الضلمة للضلمة. أخ بيتر قال صباح الخير وإحنا بالليل، وأنا قلت صباح الخير لأن بالليل لأنكم أنتم منورين. بس داود قتل الناس دولة من الضلمة للضلمة، لأن الناس البعيدين عن المسيح هيروحوا الضلمة وهم عايشين في ضلمة. بيغنوا بيقولوا يا ليل، صوتي وحش أنا، يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل، وجايلك ليل من غير نهار بلسان المسيح. مش زكريا الثور، ان بعض يقول لك زكريا الثور بيوعظ عن الجحيم، جهنم المسيح ذكرها بلسانه 11 مرة. كم مرة المسيح ذكر كلمة جهنم؟ ده غير الجحيم اللي ذكرها في لوقا 16، ده غير انه ذكر انها ظلمة خارجية، وغير انه قال دخان واتون وحاجات تاني. طيب انا عايز اتكلم ثلاث كلمات بسرعة النهاردة. كلمة الاولى عبودية مصحوبة بالخيانة، علاقة بين العماليقي وداود، ثم حرية العماليقي اسف والراجل العبد ده، ثم نقطة الثانية حرية للنفس المهانة، علاقة بين داود والشخص ده، ثم النقطة الثالثة هختم بها كلامي باختصار سؤال جاوبه بأمانة، سؤال من جزئين. السؤال ده بيقول ايه؟ لمن انت؟ من اين انت؟ انتوا مركزين معايا ولا؟ طيب همر بسرعة. العلاقة بين العماليقي وبين الشخص ده، ركز معايا. واحد قال عن نفسه انا غلام، انا عيل، مع انه هو كبير ولا صغير؟ اسمها صغر النفس دي، الذل بعد عنك يخلي الكبير يحس انه عيل. قال انه غلام. الحاجة التانية رغم انه من اصل نظيف مصري. الحاجة التالتة قال انه عبد. الحاجة الرابعة قال ان سيده عماليقي. حاجة الخامسة ودي أسوأ حاجة فيهم، إن العماليقي رماه تركني، لما خد اللي عايزه منه عمل إيه؟ رماه. حاجة السادسة جعان. حاجة السابعة عطشان. حاجة الثامنة مريض. حاجة التاسعة يقول لك بين حي وميت، يعني شبه ميت. حاجة العاشرة عدو داود لانه حرق البيت. كم حاجه دول؟ هقول تاني. قال انه غلام مع انه راجل. تاني حاجه اصله نظيف مصري، وقال انه عبد. حاجه الرابعه عبد الواحد صعب جدا هو الايه؟ العماليقي. حاجه الخامسه رماه. حاجه السادسه جعان. حاجه السابعه عطشان. الحاجه الثامنه مريض. الحاجة التاسعة بين حي وميت. الحاجة العاشرة عدو. دي العلاقة ما بين حد فاهم. طبعا انا بكلم ناس فاهمين ويحبوا كلمة الله، وانا متشجع جدا وبعض. هو العماليقي ده يرمز لمين الاخر؟ عماليق في الكتاب اول من حارب شعب الله في خروج 17. عماليق من نسل عيسو. عماليق هو رمز الابليس اللي بيستخدم شهوات الجسد. عيسو الزاني المستبيح، ابو عماليق، جد عماليق. وهذا العبد العماليق، هذا السيد العماليقي صورة للشيطان اللي بيستعبد الناس. على فكرة ابليس مكتوب يستفيق من فخ ابليس اذ قد اقتنسهم لارادته. ابليس بيغير الوانه كل يوم. وانا النهاردة لو هتكلم معاك عن العماليقي، بس انا هقول لك انه الشيطان بيعمل 10 مصايب، وأخاف يكون عامل فيك أنت بتعتني سمع عنك شاب زي العسل، وأنت شابة زي العسل. عمل كم حاجة فيه؟
انتوا معايا شجعوني يا جماعة. عمل معاك كم حاجة؟ طب تقدر تقولهم؟ اول حاجة قال عن نفسه انه مع انه راجل كبير قال عن نفسه انه عيل. تاني حاجة عبد مصري، سوري برافو عليك، رقم 2 مصري، 3 عبد، 4 سيدو عماليقي، 5 رما، 6 جعان، 7 عطشان، مريض بين حي وميت عدو. ده يا بختك يا اللي توعظ فيك يا نجفل تنسي. تعالوا يا خدام وعظوا هنا، صدقني حلوين انتوا حلوين. قولوا معايا اخر مره، انا بتكلم عن علاقه العماليقي بالراجل ده، عمل فيه 10 مصايب. اول حاجه خلاه قال عن نفسه انه غلام، انا عيل مع انه راجل كبير. 2 مصري، 3 عبد، 4 سيدو عماليقي، 5 رماه، 6 جعان، 7 عطشان، مريض بين حي وميت عدو. يا اخي صدقني اكتر من كده تبقى زادت. يقول لك بيكرر، احنا اطفال. حفظوهم يا اخي زياد، اقولهم مره تاني؟ زياد قال لي قولهم وانا ما اقدرش، وانا مضطر. قالوا لي خليك في النور عشان التصوير، بس انا عايز اجيلكم. قولوا معايا، سمعوه. اول حاجه قال عن نفسه انه ايه؟ مع انه هو مصري، 3 عبد، 4 سيدو عماليقي، 5 رما، جعان، عطشان، مريض من حي وميت يعلم ربنا لو طفل يقوله. ده انا ممكن اقولهم من غير وانا مغمض عيني، هقولهم لك تاني. او ركز، اول حاجه قال عن نفسه انه ايه؟ غلام، مع انه مصري، عبد، سيدو عماليقي، رماه، جعان، عطشان، مريض بين حي وميت عدو. انت مش عايزني اقولهم تاني، انت تؤمرني اقولهم. زياد قال لي اقول ولا خلاص حفظوهم؟ طب هتأمل في كل واحدة بسرعة. طيب نتأمل فيهم يعني ايه بسرعة. الحاجة الأولى قال أنا غلام، مع أن الكتاب يقول لك صادفه رجلا مصريا، رجل سنه 40 سنة، قال عن نفسه عيل. معناته الخطية بتخليك تتزل. أيام حرب 69 حكالي راجل كان عميد في الجيش المصري، كان ممنوع يبقى فيه أنوار، الناس اللي في سني وأكبر مني يعرفوا، كانوا يخلوا الشبابيك لونها زرقاء، حد فاكر الحكاية دي؟ ويحطوا حيطة كده قدام الباب. المهم ان الراجل ده كان مدمن سجاير، وخلص السجاير معاه ومش قادر ينزل. قال لي ركبت العربية جيب وقعدت امشي، واخيرا لقيت عسكري واقف خدمة ماسك سيجارة. اول ما وقفت العربية جيب طبعا بتاعت العميد، فالواد العسكري رام عمل كده. العميد قال له انت يا جندي كنت بتدخن؟ قال له يا فندم. قال له يا كذاب ما تخافش مني، انت معاك سجاير؟ فطلع قال له ما عادي يا فندم. قال له طب هات سيجارة. الاول قال له هات علبة، هو اللي حكى له. قال له لا ما عنديش علبة. طب هات سيجارة. قال له ما عنديش الا دي يا فندم، اخر واحدة. برافو. قال له هات نفس. فالعسكري طلع لسانه طويل. قال له طب ما تخلصهاش يا فندم بأمانة، خد نفس والدهاني. حكالي هذا العميد قال لي دخلت المكتب خدت نفس ومشيت متأسف اللي هقوله لك، خلعت الحذاء اللي في رجلي وضربت نفسي. يعني ايه نفس سيجارة خلاني اتزل او ابقى زي العيل؟ يعني ايه ايديك مش عارفة تتحكم في www. كم مرة حاولت ما تدخلش ودخلت بعد ما اتفرجت 3 ساعات حسيت انك غلام. ضحكت على نفسك مع ان سنك كبير للاسف، صدقني انا مكسوف عليك. ذل، سيجاره بتعمل لك ذل، افلام نجاسه بتعمل لك ذل، لعب القمار بيخليك مذلول، الزنا وخيانه زوجتك يا للعار
مع انك من عيلة نظيفة بعد شوية هتكلم، بيتك نظيف مصري، يعلم ربنا في القرية بتاعتك كنت باشا وتشحورت. ده انت تشحورت في شوارع تنسي شحورة. هو في كازينو هنا ولا مفيش؟ في كازينو؟ مفيش كازينوهات. ساعتين مش مهم كازينو. هو بيروح بيت تاني. المهم عايز اقول لك باختصار، خلاه عيل. اسمع ماذا يقول الكتاب، ان كل من يعمل خطيه هو عبد الخطيه. طيب يبقى غلام. تاني حاجه مصري. يعني ايه مصري؟ يعني نضيف. فاكرين الشاب الغني اللي هلك اللي مضى لانه كان ذو اموال كثيره؟ حد فاكر في لقى اصحاح 10 يقول المسيح نظر اليه يسوع وحبه. انت عارف الاصل العبري بتاعت احبه؟ قال خسارته. كل الاصل اليوناني يعني قال ده محترم، واد غلام شاب ورئيس وجاي يجري وسجد للمسيح وقال ماذا افعل لارث الحياه الابديه. خسارتك، خسارتك في الخطيه. ده انت مصري، مصري يعني انت نظيف، انت من الشعب المبارك. انا بتكلم روحيا، انت فاهم؟ مبارك شعبي. بس العماليق زلك يا مصري وضيع على فكرة الله لما خلقني أنا وخلقك أنت. اسمع ماذا يقول الكتاب، وخلق الله الإنسان على صورته كإيه؟ فيك حتة نظيفة زي الله، بس العماليقي زلها شوهها. طبعا غلام مصري. مرات كتيرة طبعا مش عايزة، يعني انتوا عارفين اكتر مني، بيستسلوا بيا دكتور يا زكريا تعالى البت هتغير دينها وعيلات محترمه. يا رب لا تدخلنا في تجربه. اروح للبت، يا بت ده انت اصلك نظيف، يا بت ده جدك الاخ فلان ده قديس، يا بت ده اوسع دكتور. خلاص فجرت. اوسع دكتور زكريا انا ما يهمنيش جدي يا بيه. يا بنت ده انت قصك نظيف، انا الاسود بتاع انا عجبني هو وخلاص. يا مسكينه، ده حتى انت شكلك جميل وعيلتك نظيفه واخده بكالوريوس، هو بامانه بيبيع مش عارف ايه. انا مش بحتقر انه بيبيع ايه، بس الخطيه خاطئه جدا. فمهما كان اصلك نظيف، الخطيه بترميك في الارض. حد زعلان من كلامي؟ اللي زعلان يبطل خطيه ويروح للمسيح. لكن الخطيه طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها. يبقى اول حاجه غلام، تاني حاجه مصري، تالت حاجه عبد. وابليس بيستعبد الناس، يقول لك اقتنصهم لارادته. ثم الحاجه الرابعه سيده عماليقي. كلمت عن جوليات الجبار، الشيطان رهيب وسلاحه كامل وبيغير لك. انا مش عارف هنا الشباب بياخدوا مخدرات زي بلادنا ولا لا؟ يعني في بانجو مرجوانا ولا بانجو اسمها مرجوانا؟ في هنا انا فاهم طبعا الدكاتره هنا في امريكا، مع كل تقدير انا طبيب بشري وبحترم المهنه، بس للاسف بعرف ان في بعض المرضى بالاتفاق مع الدكاتره بيقولوا للدكتور انا عندي ديبريشن مكتئب، وهو الدكتور عارف انه مش مكتئب وبيديله كوديين ومورفين وادويه مخدره بالروشتة وبقي مدمن مخدرات ليجل. فاهم اقصد ايه؟ لكن في شباب كتير بياخدوا حشيش في المدارس. عماليقي بيغير. انا عايز اقول لك حاجه، النصر على ابليس والعماليق زي ما اكلمك بعد شويه مش بالشدعنه ولا الشطاره. واحنا شباب في الجامعه في اسيوط كان في خادم ممتلئ بالروح القدس بيطلع شياطين، وانا شفت هذا المنظر قدام عيني. ابن العمده، عمده بلد كلها مسيحيه في الصعيد، ابن العمده ملبوس، وكان معانا اخد جامعه خلاص النفوذ في اسيوط،
فالأخ بيقول للشيطان تطلع منه. قال اطلع. قال له تدخل في الأخ. كان في خادم عظيم في أسيوط اسمه الأخ عطية عطلة. تدخل في الأخ عطية عطلة. قال له لا ما اقدرش يحرقني. تدخل في فلان. قال له لا ده قدامي أنا. العمدة طبعا بيعمل شنباته كده ومرعوب. فالأخ بيقول الشيطان تدخل في العمدة. الشيطان قال أدخل. حط اسمع حط الجلابية في سنانه وملفش في شنباته خالص. طب أنا هقول لك حاجة حصلت معايا لسه من شهر. ويا رب غالبا الإخوة اللي حصل معهم الكلام ده هيشاهدوني لأنهم عارفيني وقالوا أنهم بيشاهدوني. كنت في قرية من قرى صعيد مصر سوهاج. ناس قابلوني من قرية تاني. ركز معايا باختصار شديد. فجت ست قالت لي الأخ زكريا ده أنت مش جاي علشان القرية دي، أنت جاي علشان إحنا بتاع 11 شخص ملبوسين بالشياطين. ها؟ إحنا شخص ملبوسين بالشياطين؟ قالت لي كلنا اتلبسنا بالشياطين وأخونا انتحر ما عاد عوني. هو عوني بيشاهدني وبعت لي رسالة قبل البتاع علشان يعني أنا بتكلم. قلت لها مين عوني ده؟ قالت لي اخويا. طب واللي انتحر؟ قالت لي اللي انتحر من 13 يوم شرب السم الشيطان لبسه وقعد يقول كلامه والشيطان قتال فعلا. المهم خلصت الخدمه بتاعت القريه دي وخدت كنت معايا مجموعه شباب ومرنمين. نزلنا على البيت كانوا حاضرين حوالي 30 شخص منهم 11 شخص ملبوسين هم اللي بيقولوا. فانا دخلت طبعا انا لو قلت في اسم يسوع يعني دي بس انا قلت لا باسم انا عايز فين عوني؟ طلع لي عوني قال لي انا اخ زكريا. قلت له انت اختك قالت لي انك انت الوحيد اللي مش ملبوس كبير انت في البلد طبعا جنازه ليهم 13 يوم اخوهم ميت. قال لي لا انا مش كبير. قلت له امال انت مش معنى يعني عوني انت؟ فقال لي انا اضعف واحد فيهم يا اخ زكريا ما تصدقش. قلت له سؤال انت الشيطان لبسك؟ قال لي لا ما لبسنيش. قلت له اشمعنى لبس اخواتك وما لبسكش؟ قال لي عشان انا متحصن. انا بص خليته هو يقول لهم يعني كانت حته ليله وكلهم اشكر رب دلوقتي كنيسه البيت كنيسه واهاليهم مؤمنين كمان. فقلت له يعني ايه عوني؟ قال لي بصراحه انا خطبت واحده في القريه بتاعتي قدامهم والواحده دي حبت واحد تاني وفلتتني فكتني يعني ده عوني اللي بيحكي له. قلت له وبعدين؟ قال لي اتضايقت. طب افرض اتضايقت يا عوني. قال لي لما اكون امام الله لما اكون تعبان اروح لمين غيرك؟ قلت له يعني فسر لي يا عوني. ما انا عايز هو يوعظ اخواته وكل الناس حاضرين كنيسه كبيره. قال لي انا لما اتضايقت رحت لحبيبي يسوع. ما احلاك يا حب احبك احب يسوع لي سلطان. قلت له يا عوني وبعدين؟ قال لي قلت له اغسلني بدمك فغسلني بدمه ولاني انا مغسول بدم الحمل انا متحصن. قلت لهم سامعين؟ لا سامعين. ما احنا عارفين انه عوني الوحيد المتحصن فينا. قلت لهم انا مش هصلي لكم الشياطين تطلع، انا هصلي انك تتحصن. قالوا امين. كان ساعه بتاع 12 بالليل وقفنا بتاع 30 شخص صلوا وراي. يا رب يسوع امام الله صوت انا ما اعرف يعني يا صوت شهور ايه يا رأي اغسلنا بدمك اغسل. مرعوين الشياطين من بهدلة تانية. والآن البيت كنيسة هللويا. العماليقي ما يقدرش على عوني وعلى اخوات عوني دلوقتي ولا عليك. اذا انت متحصن انت متحصن او مش متحصن؟ ترد علي يا حبيبي متحصن او مش متحصن؟ عندنا برنامج على قناة الكارما اسمه نارا نورا. معلش هعمل دعاية واحنا على الكارما فعمل دعاية على نفس القناة اللي على البرنامج. برنامج ده بدأ الأب مكاري يونان والأسيس سامح موريس وأنا. رحنا عند أبونا مكاري يونان علشان طبعا هو الأكبر سنا ومقاما. فروحت أنا والأسيس سامح والمشاهدين يعني يتذكروا تقدروا تشوفوا الحلقات بتاعته موجودة على اليوتيوب وأبونا مكاري وكله. فقلنا مين يعمل ايه؟ فابونا مكاري قال انا هاخد الاسابيع دي بتاعت السنه اللي فاتت والاسيس سامح قال دي وانا قال لهم فاخدت اللي هم ما خدوش. ابونا مكاري مصر انه يوصلنا بره. ده كان بعد القداس كان الساعه 12 الظهر بره في حوش
أمام الله حوالي قد الكنيسة دي، فيه حوالي 300 شخص ملبوسين أغلبهم وكلهم من إخواتنا الحبايب. فقلنا له يا أبونا أدخل أنت علشان أنت تعبان ولا؟ قال لا أوصلكم. ففتح الباب يشهد الرب وقال، كنت أنا والأسيس سامح موريس ماشيين في العربية، الرب يسوع يكون معاكم. أمام الله ما قال غير دي، وهو بيقول الرب يسوع يكون معاكم كده بإيده 10 وجعه يشهد. أنا هو أنا على فكرة يعني دين أنا في كنيسة هنا مع مدنية دي مش عارف ولا إيه، وهو راجل أرثوذكسي يعني أنا بشهدك قدام الله. قال الرب يسوع يكون معاكم، وقعوا 10 علشان مش متحصنين. انت متحصن؟ رد علي عشان خاطر ربنا يا شيخ، قول لي ايوة قول لي لا قول اي حاجة كده انا ماشي الامور مش بعيدا على فكرة. طيب شكرا. نعيد تاني. اول حاجة قال انه ايه؟ غلام، مع انه راجل مصري اصله نظيف، عب لرجل عماليقي. رقم 5 رماء. أسوأ حاجة في إبليس إنه بيرميك. طبعا يعوزني الوقت عن التحدث عن الانتحار، لكن عايز أقول يوم مش فاكر 9/9 اللي فات كان العيد العالمي لعدم الانتحار، اليوم اللي قبله 8/9 على ما أتذكر، شاب طبيب أسنان خلى صاحبه يعمل معاه انترفيو، كان بكرة العيد العالمي لعدم الانتحار، فبيقول له انت ليه عايز تنتحر؟ بيكلم الدكتور المصري شاب لسه مخلص جديد، قال له ما انتحرش ليه؟ العالم فيه 6 مليار، يعني الكلام ده على الفيسبوك موجود يعني مش انا اللي مألفه. المهم قال له طب تنتحر ليه؟ قال له ما انتحرش ليه؟ باختصار شديد راح مصور نفسه هو بيموت نفسه، عمل عمل مع اصحابه قولوا افضل طريقة للانتحار، واختار 3، الشنق او يرمي نفسه تحت القطر او يرمي نفسه من الدور السابع. فاصحابه اختاروا له انه يرمي نفسه من الدور السابع، مع انها طريقه غبيه. يعني انت لو بتفكر تنتحر بجد قابلني النهارده اسلم على كل الناس، قابلني بعد كده واقول لك طرق كويسه، انا دكتور وبجد يعني هنصحك بس تعالى لي. المهم راح رمى نفسه من الدور السابع ونزل ميت في ليله العيد. ابليس رديء. المسيح قال ان السارق لا ياتي الا يسرق ويذبح، وقال المسيح عن الشيطان ذاك كان قتالا للناس. ابليس بياخدك في المخدرات والنجاسات، وبعد ما ياخد اللي عايزه منك بيقول لك انت مش بني ادم، انت خنت مراتك، افضل طريقه تنتحر. انا بعرف ناس كتير انتحرت وقابلتها قبل ما تنتحر وعصتها بس ما جوش للرب. النهارده في اسم الرب يسوع معلش يا مخرج سامحني هدخل مره وسط الناس مره واحده مش مهم الصوت شكلي يبقى حلو. امشي مع المسيح قول لي امين، اوعى تتبع ابليس هيرميك، هياخد اللي عايزه منك ويرميك يا بنتي. امشي مع المسيح، صدقني ما عايز حاجة منك. المسيح مش عشان انت مسيحي ابوك وامك، لا، المسيح مات عشانك قول امين، المسيح يديك سلام قولي امين، هو اللي يحصنك قول امين، اطفالك الصغيرين يطلعوا نضاف قولي امين. رما نقول تاني، قال عن نفسه غلام مصري عبد رجل عماليقي رما جعان. الابن اللي كان ضال كان يشتهي ان يملا بطنه منين؟ ثم عطشان. قال المسيح كل من يشرب من هذا الماء يعمل ايه؟ يعطش ايضا واكثر. حاجه التامنه مريض، والانسان مريض بالخطيه، كل الراس مريض كل الجسم مستقيم. انا مضطر امشي بسرعه. حاجه التاسعه بين حي وميت انتم مسكنت امواتا بالذنوب والخطايا والحاجه. العشره عدو مكتوب ونحن اعداء صالحنا بموت ابنه. هذه علاقة الشيطان بالإنسان أو علاقة العماليقي بهذا الرجل. تمام، لكن خلينا في البركة بسرعة نمر على الحرية. عمل معاه داود 7-8 حاجات همر عليهم بسرعة، ركزوا معايا شوفوا مركزين ولا لا علشان ما تقوليش ما تعيدش. أول حاجة تقابل معاه في وادي البشارة،
قبل معاه فؤاد البصور اللي هو وادي الايه؟ وادي الانجيل يعني. تمام. اتنين اداله خبز ياكل. تلاتة اداله مية يشرب. اربعة رجعت روحه ليه. يقول لك فرجعت روحه ليه. خمسة اداله قرصتين. ستة اداله قرص. اداله عنقودين من الزبيب. الحاجة السابعة خلاه قائد في الجيش بتاعه. سبع حاجات قولهم معايا اعملهم معاك المسيح النهارده. قول امين. اول حاجة اتقابله في وادي البشارة. اتنين اداله خبز ومية وتين وزبيب شفاه ورجعت روحه وبقي قائد. تمن حاجات. هقول مرة اخيرة. صعبين دول حفظهم ولا؟ طب قولوا معايا. اتقابل معاه في وادي البشارة. اداله خبز ومية وتين وزبيب شفاه رجعت روحه بقي قائد. اخر مرة معلش خدوني يعني. قولوا معايا. قابل معاه في وادي البشارة خبز ومية وتين وزبيب شفاه واداله حياة وبقي قائد. الحاجة التاسعة والأخيرة معلش وعدوا انه مهمة جدا جدا الليلة دي. وعدوا انه ما يقتلوش ما يهلكش. حاجة العاشرة وعدوا انه ما يسلمهوش لسيده. كم حاجة دولة؟ اقولهم مرة أخيرة ولا خلاص؟ مرة تاني. طيب قولوا مع آخر مرة. أول حاجة تقابل معاه في وادي البشارة. اتنين خبز مية تين وزبيب شفاء رجعت روحه. وعد انه ما يقتلوش. وعد انه ما يسلموش. صار قائد. احياء. برافو عليك. ما اقاموا احياء. شاطر يا عسل انت. انا عايز اسقف للواد. تسمحوا لي يعني. سنك سنه كام؟ حسام سنه كام؟ اكرم اسمه كام؟ سنه كام؟ 10 سنين. حفظهم. وانا قلت قام فهو قال احياء. فهمهم. تعال نعيدهم. اتقابل معاه وادي البشارة. اداله خبز مية تين زبيب شفاه احياء خلاه قائد. وعدوا انه ما يقتلوش وما يسلموش. تعالوا نمر عليهم والمعنى الروحي وهخلص خلاص. هسأل السؤال وهخلص. اتقابل معاه في وادي الانجيل. ترنيمة مش عارف يمكن بتوع المنيا هيعرفوها وبتوع الحته الثانيه اتمنى يعرفوها. بتقول لما سمعت صوت حبيبي بينادي عليا. صوته الحلو كان مملوء بعطف وحنيه. سمعت صوته في ايه واحده من ايه الانجيل وكان صوته واضح وجميل. يوم ما تتقابل مع المسيح هو بينادي ويقول تعالوا. قولوا معايا تعالوا إلي يا وثقيل الأحمال. أحلى لقاء النهاردة مع المسيح. ده رقم واحد. قبل معاه تاني حاجة اداله خبز. المسيح قال أنا هو خبز الحياة. مين بياخد مخدرات فيكم؟ ما يرفعش إيده. لا ما أنا هنا أصل الناس دي حبايبي وحافظيني. لو عايز أخليهم يرفعوا إيده بس أنا عشان غلط يتصوروا لصالحهم. لكن لو قلت لهم يرفعوا إيده هيرفعوا صدقني. لا حتى لما شرفش يرفع هم يضحكوا عليا. انا الناس هنا اشكر الله بتحب كلمة الله وبتحبنا جدا. انا بكلمك بأمان حب لله كده يعني. ولو قلت للي بيرفع اللي بياخد مخدرات هيرفع عيده هيرفع. بس انا بقولك ما ترفعش. بأمانة يرفع. صدق ناس الصعيد الرجالة. وعلى فكرة الصعيد الراجل لما بيتوب بتوبته نصوحة. بأمانة انا يا عم عشان ما يقولوش عنده تحيز عشان صعيدي معلش. بس الصعيدي بيتوب خلاص يقول لك انا اقطع العرق يا رب تسيح دم وتسيخ صح وتسيح دم الاكاونت تعمل له بلوك. قول امين. والتليفون تنظفه عشان خاطري. الارقام اشيلها شيلها خالص شيلها بقول لك. لا
اداله خبز يعني شبع. اسمع الآية دي وانت حافظها 100%. النفس الشبعانة تخبط عليه خطية زمان قول لها برا، انا راكب مع ايمن كفروني اسانسير في مصر من كم شهر، يقول لي يا دكتور يا اخي زكريا بصراحة حاجة زعلاني جدا. ايه يا عم ايمن كفروني؟ قال لي ازاي استخدمه الناس بتدخن في الاسانسير عندكم. قلت له انت ايه اللي هم حضرتك يعني؟ قال لي انا ريحة التدخين بتعمل لي غثيان امام الله. قلت له يرحم ايام زمان، مش انت اللي قلت لي انك بتفطر ب 14 سيجارة حشيش الصبح؟ قال لا بس من سنة 99 ما شربتش ولا سيجارة، وريحة السجاير بتتعم معدتي، ورنمت ترنيمة ألفتها بتقول دايس على عسلك يا عالم. أنا بحب الحمام، ما تترجموش دي لأنه عيب هنا الحمام ما بيأكلهوش، بس أنا أحب الحمام والبط. حد فيكم يا عم؟ أنا بحب الحمام والبط، أنت بتحب الفريق. المهم فلو أنا نزلت في بيت وبنزل في الصعيد، يا رب جايلكم جاهزونا لسهرانين معاه، تعمل لي بطة وتحمرها يا حبيبي، والحمام بالحوصلة بيملوها فريك يخلوها كده يا بوي، والملوخية بالطشة، لا بأمانة من وانت داخل ريحة الحمام صدقني يا بيتر الحمامة كده. المهم فست أكل طبعا، أنا بأكل بشهية في انت صحيت ومركز بأكل الحمامة وجزء من البطة مش كلها. ايه كده يعني؟ ايه بعد الخدمة ما فيش بط هنا اساسا، فيش سوشي، تاكل سوشي. المهم وبعدين كلت البط والحمام، ومن ضمن الحاجات اللي بحبها جدا الفول والطعمية. انا كده افرض بعد ما كلت بط وحمام وجابوا لي سندوتش طعمية من المحشية الشطة دي، اقدر اكلها؟ شبعان. طب افرض كلت سندوتش طعمية وفول وشبعت، وجابوا لي حمامه بس دي هاكلها بصراحه صعب يعني عشان ما اكذبش عليكم مش قادر، لكن يعني لو شبعان قوي هكذب على الناس، لو شبعان قوي وجابوا لي الحمامه دي اللي بتاعت سوهاج، نواحي سوهاج بيعملوا حمام كده باختصار شديد، انت فاهمني عايز اوصل ليه؟ لا دخلنا في الحمام والفراخ والدنيا باظت مني، الوعظه راحت. انت مركز معايا؟ بعد ما شبعت اقدر اكل تاني؟ تقدر؟ على فكرة أصعب حاجة مرت بيا كخادم هذا الاختبار، إني أروح بيت ويأكلوني وأكل ويبقى الأخ بتاع الإضافة غلط ودى الضيافة ليومين، اتصل بيا أخ زكريا عشان خاطر الأخ فلان قال هسيب الاجتماع لو ما رحت زرته، هزوره أعمل إيه؟ تتغدى؟ يتغدى؟ ده أنا ميت، ده أنا أكلت، بس روح كده أشرب شاي. والست طبعا عامله الاكل اصعب حاجه وانت شبعان تعمل ايه؟ يوم ما تشبع اسمعها يا رب يا مسيحي اللي حافظها اسمعها، يوم ما تشبع بالمسيح وكلام المسيح خرنوب العالم هترميه في وش الشيطان، قول امين. افلام النجاسه مش هتشوفها لانك شبعان، قول امين. السجاير والمخدرات مش هترجع لها، النجاسة والكذب مش هترجع له، قول أمين. أخذ مية، أخذ أكل وأخذ مية الروح القدس، مية الروح القدس، الروح القدس يخليك منتعش حتى في السجن. كان بولس وسيلة يصليان، تقابل معه فؤاد البشارة اداله أكل وشرب، وإيه كمان؟ تين رمز للثمر، شجرة التين لعنها المسيح ما فيها الثمر، قال المسيح انا هو الكرمه الحقيقيه، كل غصن ياتي فيا يثبت فيا ياتي تبقى مثمر، بهات يتمجد ابي ان تاتي بثمر كتجيب تين. فاكرين شجره التين 3 سنين اطلب ثمرا ولم اجد، اداله تين واداله زبيب. حد يعرف الزبيب ده؟ العنب في الكتاب دايما رمز لايه؟ طب في التناول المقدس في كسر الخبز لما المسيح قال هذا هو دمي جاب ايه؟ جاب عصير عنب. يعني ايه عنقودين زبيب؟ يعني شهادة دم يسوع. سؤال هذه الحلقة هذه الليلة يلي شاطر، اذكر 14 بركة من بركات دم المسيح. 2 في 7 هو عنقودين، بركات دم المسيح في العهد الجديد. مين يقول لي حاجات؟
دم المسيح يعمل ايه؟ يطهرنا من كل خطيه. يوحنا الاولى يدي غفران الخطايا، لانه الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا. ايه كمان؟ يغسلنا، الذي احبنا وقد يبررنا، يبيض ثيابنا، يدينا ثقه للدخول للاقداس. 14 حبه زبيب، هللويا، رجعت له شفاء. المسيح يشفيك من كل مرض روحي، يقول امين. يمكن بتطلع عينك عشان تبطل سيجاره واحده او تقلل، تكره ريحتها لو جيت للمسيح. احنا مش بنبيع لك وهم، جرب. يسوع يكرهك في النجاسه، يخلي عينك قديسه، قول امين. ما تقدرش تبص على النجاسه تاني. ان كان احد في المسيح فهو خليقه جديده، ياخد حياه ابديه. رجعت روحه، شفاه ورجعت روحه. وعد انه ما يقتلهوش. اسمع، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له. وعد انه ما يسلمهوش لسيده. هقف عند دي وهتكلم كلمه اخيره، انه بقي قائد وهصلي معاك. يعني ايه؟ هوجه دعوه بعد لحظات، ناس تركع، اللي عايز يسلم قلبه للرب. في شباب كتير مش هيجوا يطلعوا. اسمع كلامي، لو انت سالته في قلب، ركز معايا يا شاب يا حبيبي، عشان خاطر انت تعبت وجيت، معلش ركز معايا. لو سالتك بعد الاجتماع ما جيتش تركع ليه؟ هتقول لي معلش ما مكسوف كل حاجه، بس عارف السبب اللي خلاك ما جيتش قدام ليه؟ ركز معايا، ارجوكم ركزوا معايا. ان الشيطان ابليس مقيده، لا بس في حاجه تاني. الشيطان بيقول له هتركع وتطلع بره الاجتماع، ترجع للخطيه تاني، وهيضحكوا عليك ويقول رجعت ريمه لعادتها القديمه، فانت خليك في مكانك احسن. الليله يا اللي ورا ركزوا معايا، في معلومه مهمه جدا. ايه؟ يا رب افتح عينين الناس مشاهدي قناه الكرمه الان. بص، المسيح زي الصمام، عارف الفالف؟ صمام زي الفالف بتاع القلب. ما هو الفالف؟ الصمام. الصمام يسمح بدخول الدم وعدم خروجه. قال المسيح، اسمع، من يقبل الي لا اخرجه خارجا. هقولها تاني، هتقولي بس انا ضعيف، انا بكلمك على المسيح مش عليك. من يقبل الي لا اخرجه خارجا. قال المسيح، خرافي تسمع صوتي وانا عارفه فتتبعني وانا اعطيها حياه ابديه. اسمع، ولن تهلك الى الابد ولا يخطفها احد من يدي. ابي الذي اعطاني اياه هو اعظم من الكل، ولا يخطف احد من يد ابي، انا والاب واحد. اذا جيت سلمت حياتك للمسيح، ثق في انه هو اللي مش هيسلمك لابليس تاني، يضمنك. يعني لو في راعي مع 10 خرفان وديب اكل خروف، وجي صاحب الخرفان قال للراعي الخروف مات، قال له انا مش ذنبي، ده ذنب الخروف، الخروف شقي ومات. يقول له لا، امال انا جايبك ليه؟ جايبك ترعى الخراف. انا بعلن لك النهارده ان يسوع المسيح لو جيت له مش هيسلمك لابليس تاني. قول امين. تفهمني ولا لا؟ الرب راعية، في مراع خضر، الى مياه الراحه، يرد نفسي الى سبل البر. مش هترجع لابليس تاني. قول امين. وانا بوجه دعوه للتوبه النهارده او في اي يوم، لما يجي لك الشيطان يقول لك اوعى تركع، الشيطان هيرجعك تاني وهيضحكوا عليك، قول له كذاب، لان انا مش هسلم حياتي للمسيح واتكل على نفسي، انا هسيبه هو يرعاني. فهمتيها دي؟ الامان مش فيكي، الامان فيه. ولا يخطف احد من يدي، ولا يخطف احد من يد ابي. يعني ان الشيطان لو خطفني من يد المسيح، يبقى اقول بكل وقار بس عشان تفهمني ما تزعلش مني، يبقى المسيح ضعيف، سامحني يا رب. هتقولي لا، هو مش المسيح اللي ضعيف، انا اللي ضعيف. انت مالك في الموضوع؟ انت تسيب نفسك عند الدكتور يسوع المسيح، انت هيبنجك ويعمل لك العمليه. يا سلام. ما تحاولش تفرفس. عارف الطبيب العظيم زي ما انت بتروح تعمل عمليه ازاي ده كده، يروح مديك حقنه ويقطع وينظف. طب ولا اموت بين ايديه؟ ده هو اللي يحييك. اخر حاجه، اتكلمت كلمه عن عبودية مصحوبة بالخيانة، ثم حرية للنفس المهانة. واختم كلامي سؤال جاوبه بأمانة. هذا السؤال من جزئين، انت تجاوب جزء وانا هجاوب لك الجزء الثاني وخلاص. احفظه معايا، لمن انت؟ من اين انت؟ قولوا معايا،
عشان خاطري وقتي خلص قولوا معايا. مش راضيين يقولوا، طب انا اعمل ايه؟ انت بتقول خليهم يقولوا، قولوا معايا اخر مره عشان خاطري، عشان تحفظها في البيت. لمن انت؟ ما قالوش. فاكرين القذافي قال ايه؟ قال انا انتم، انا انتم. وبعدين عملوا فيه. المسيح مش بيقول لك انت مين، بيقول لك انت المين. وفي اجابتين ما لهمش تالت، يا تقول انا للمسيح، هللويا يا رب خليها الليله ناس تكون في ايدين ابليس العماليقي وتيجي المسيح. لو قلت انا ليسوع سلمت قلبي للمسيح، هجاوب لك على الجزء الثاني. الجزء الثاني ايه؟ من اين انت؟ يعني رايح فين؟ بلدك ايه؟ فلو قلت انا للمسيح هقول لك مبروك عليك بلدك السماء، لان المسيح قال في بيت ابي. طب اذا قلت انا للشيطان، هقول لك بيتك البحيرة المتخضة بالنار والكبريت. وعلى فكرة نار حقيقية. ليه عادة دكتور زكريا؟ احنا برضو بندفع عطا في بلدنا في القرية. انا جمعت $5,000 وبعتهم على راس $5,000 مش هيدخلوك السماء الا لما تتوب وترجع للمسيح. طب $5,000 هيباركك بيهم، هنا يدهم لك 5,000,000 بس السماء ما يدخلوهاش بالفلوس، يدخلوها بدم المسيح. قول امين بالتوبة. ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك. انا بخلص كلام. مساء الخير، مساء النور، اخبار حضرتك ايه؟ انا الحمد لله زي الفل. بعد عمران طويل لمن انت؟ ايه في الواقع يا اخي زكريا، انا من قرية تبع محافظة المنيم، وانا جيت هنا باللوتري، واشكر ربنا خدت جنسية، يعني خدت الباسبور. اهلا وسهلا. انا مش بسأل حضرتك على يعني على موضوع الاقامة والجنسية، انا بسأل حضرتك بعد ما تموت هتروح فين. الحقيقة ان الدولار غلي بقي ب 17 جنيه مصري. يا اخ حضرتك انا بقول لك على بيتك الابدي مش على الدولار. اصل بص يا اخ زكريا، هنا في فندق اسمه اوبرلاند، وانا في اوبرلاند ده اشتغلت فترة بس عارف ما قدرتش، لانه يا اخ ارجوك عشان خاطر ربنا انا مشغول وقتي خلص، بسألك بعد ما تموت هتروح فين. بص تعرف الاخ ابراهيم؟ مين الاخ ابراهيم؟ الاخ اللي بيصلي في كان. ايوه ده حبيبي اهو، ابن خالتي. انا طبعا الاول انبسطت ان ابن خالته الاخ، بس انا ماليش دخل بالاخ ابراهيم، انا بسأل حضرتك بعد ما تموت هتروح فين. بص اصل انا بدور على شغل جديد. لا عاد انا خلاص صعيدي ومخي نشف. هسألك سؤال، اتفضل حضرتك دكتور كريمة وما تتنرفس عليا. بعد الموت هتروح السماء؟ يعمل كده مش للدرجات يا عاد، انا مش قديس بخر الزيت يعني، لا مش للدرجات. فانا كشر، يا يعني هتروح جهنم مع الشياطين ودود وكبريت؟ ليه عاد يا اخ زكريا؟ انا مش بزني على فكرة زي الناس اللي هنا ولا باخد مخدرات، انا ببعت فلوس للكنيسة في بلدي. لا مش للدرجات، مش هروح النار. يا الف مبروك، مش هتروح النار يعني هتروح السماء؟ لا مش للدرجات دي. امام الله لو جيت عملت معاك انترفيو لا هتعمل معايا كده بالذات. انا ده انا عمري كله 35 سنة واعظ في المنيا ضواحيها يعني، وانت كلكم شفتوني. تروح السماء؟ مش للجرادات دي. تروح جهنم؟ ليه عاد انت شايفني قاتل؟ طب هتروح فين؟ امام الله هذا الكتاب بيقول الانسان ذاهب الى بيته الابدي، وما فيش الا بيتين. ارجوك ركز معايا، في بيت اسمه بيت الاب في السماء، وفي بيت اسمه البحيره المتقده بالنار والكبريت. انت رايح فين؟ رايح فين؟ بص انا بخلص كلامي واقول لك اوعى تكون مخدوع. حكيت هذه القصه يمكن 4 مرات في الطبيب العظيم، والمشاهدين شاهدوني، وهقولها مره 5. اتصال من صديق اخ في الكنيسه دفع يمكن 5,000,000 جنيه، واخ مهم جدا، ركزوا معايا والله شاهد. قال لي انا وصلت القاهره وعايزك تزورني في المستشفى، عندي شويه الام في الصدر، وانا دكتور وانت دكتور صدر سابقا. قلت له لا طبعا اجي لك، بس انا مسافر باريس الليله. قال لي طب تعالى لي قبل ما تيجي باريس. خدت العربيه
ورحت في العباسية، منطقة في العباسية فيها مستشفيات، مراتي قعدت في العربية، وطلعت له واخد جناح قد نص الكنيسة، راجل بيدفع فلوس ياما وأخ بيصلي في الكنيسة، مالتي مليونير، فتح لي ابن أخوه، قربت عليه، أول ما شافني قاعد يبكي، قال لي عز عليا إنك أنت زكريا استورو تكون آخر واحد بيشوفني، وأنا رايح جهنم، أنا رايح الجحيم، أدي النار وأدي الشياطين وأدي الدخان وأدي اللهيب. قصيت لابن أخوه قلت له عمك في ديبريشن، في اكتئاب، حط البطاقة بتاعته اللي هي بتاعتي، أنا طبيب بشر، شفت؟ قلت له أنت ما عندكش حاجة يا فلان، ده أنت حاجة بسيطة، نديل الدكتور، خليت ابن أخوه نديل الدكتور يديله مهدئ. قال لي مهدئ إيه؟ مهدئ إيه؟ بقول لك رايح روحت الجحيم، أنا وصلت الجحيم، أدي النار، أدي الشياطين، أدي الضلمة، أدي العذاب. قلت له أخي فلان أنت عندك اكتئاب. قال لي دكتور زكريا أنا ما اتغفرتش خطاياي، أنا اتخدعت أسوأ خديعة في حياتي. قلت له روعة. سأ أمام الله، ركعت عند السرير، قلت له صرخ ورايا يا رب يسوع اغسلني بدمك زي اللص التايب، اذكرني متى جئتي في ملكوتك، قول ورايا. ضحك ضحكة مش هنساها إلى الأبد، عمل كده. أنت غريب، وبيقول لي أنت مش فاهم، أنت خادم أنت. قلت له أنا خادم، بقول لك قول اغسلني بدمك. قال لي لما رحت النار انا صدقوني ما تصدقونيش انتوا احرار، انا بقول الحق في اسم المسيح، انا ماسك انجيل المسيح. قال لي انا رحت، عارف الشريط بتاع زمان لما كان يسف بتاع الريكوردر، ادي النار ادي الشياطين ادي الجحيم. قلت له يا اخي فلان انت دفعت فلوس؟ قال لي الفلوس ما بتوديش السماء امام الله. قلت له قول ارحمني. قال لي ادي النار ادي سف الشريط. صدقني يا اخي زياد بقطع نفسي قدامه واركع واشد في الملايه اقول له ارحمني، قول لي المسيح. قال لي خلاص ادي النار ادي الشياطين، وراح رايح من وراي. ناديت على الدكتور قلت له معلش عندي سفر لباريس. نزلت ابن اخوه قال لي ما تسيبنيش، عمي دخل في غيبوبه الظاهر مات. قلت له انا مضطر اروح باريس الطياره والاخوه عاملين اعلان غصب عني، انا حاولت اصلي مع عمك وسافرت. أول ما وصلت باريس كان الساعة 5:30 الصبح، لقيت الإخوة بيبكوا ويحضنوني، مالكم؟ قالوا الأخ فلان وصل السماء. قلت له هو وصل السماء؟ وصل يعني؟ قالوا لي وصل أنت عارف؟ قلت لهم لا مش عارف، أبقى أتصل أعزي، إحنا مش بنلعب عليكم، إحنا مش سايبين شغلنا وبيوتنا علشان نعمل لك وعظة تمزجك، احنا بنقول لك داود الحقيقي عايز يتقابل معاك، لان نبضات قلبك بتنبض 72 نبضة في الدقيقة، في الدقيقة اذا 3 نبضات ما نبضتش حياتك هتنتهي وتبقى غبي لو رحت جهنم يا مسيح بلس، تبقى غبي. الله قال يا غبي هذه الليلة تطلب نفسك منك قمة الغباء يا مسيحي اللي بنيت كنايس في بلدك انك تروح جهنم، قمة الغباء، لانك انت وعظت ناس وحافظ الآية ماذا ينتفع لو ربح وخسر نفسه يعني راح جهنم، مش خسر نفسه يعني اتفاير من الشغل بتاع الفندق وراح فندق تاني، لا فندق ايه وشغل ايه ودولارات ايه وبيوت ايه وباكيارد ايه وفرونتيارد ايه، دي ابدية يا عم، دي أبدية يا عم، اعتبرني مهايبر، اعتبرني مزعج، بس أنا جاي أسألك سؤال، لمن أنت ومن أين أنت؟ في النص ما فيش في النص، إذا أنت الداود الحقيقي ليسوع أقول لك مبروك عليك السماء، اليوم تكون معي، إذا أنت من سك... إذا أنت لإبليس فير إنف كل واحد يروح عند حبيبه، صح ولا لا؟ مديك شوكولاتة مخدرات؟ شوكولاتة خيانة زوجية، شوكولاتة نجاسة عشان يرميك في جهنم، بيضحك عليك يا مسكين،
تعالى المسيح يحررك النهارده. تعالوا نحن رؤوسنا في الصلاه وامد معايا وصلي. قول له يا رب اشكرك لانك داود الحقيقي. كان نفسي اوعظ عن ازاي بقي جندي بس هوعظ وانا بصل وانتوا بتصلوا. يلا زياد لو سمحت هقول لك حاجه وانت بتصلي. معلش اسمعني. والاخ زياد بيرو هتبقي خادمه, مش بلعب على عاطف حد, هتبقى جندي صالح خادم في نتنسي تتغير البلد. قول امين. تبقى جندي الراجل ده بيجي جندي عند داود وعمل انتصار اللي كان عبد ده. يعني المسيح مش عايزك بس تتوب, لا عايزك تبقى خادم. قول امين. يسوع سفك دمه علشانك يستحق تديله حياتك وعيالك دنيا واخره. مش بكلمك على الفلوس خالص, شكرا انك بتبعت فلوس لبلدك انت محترم. بكلمك على قلبك, ادي قلبك للمسيح. المسيح عايزك خادم جندي ليسوع. يا مناس امريكان ملحدين محتاجه كلمه منك تغيرهم في الشغل. يمكن انت تكلمهم بالانجليزي المكسر وتصلي معاهم تقول انا ايوه انت بس انا الانجليزي بتاعي مكسر. صدقني هتربح الامريكان في اسم المسيح. بس خليكي جنديه, قولي له يا رب املاني بميه الروح القدس. صلي قول له عايز اشرب ميه الروح القدس عشان اعرف ابشر بيك. خليني زي زياد شحاده حتى لو صوتي وحش بس ابشر بيك. خليني اخدمك يا رب. انا واقف على الباب واقرا استمرني وديني بقرا وانت يا ريتك كنت بتسمع اسمح لي ادخل لحياتك واعوضك اللي فاتك يا ابني احشاء علشان بتفضلها عليا. ايه همك بالخطية علشان بتفضليها عليا؟ عايزة معايا في الأبدية, عايزك معايا في الأبدية وتكون ابني الغالي عليا علشان بنتي بغالي عليك. احنا مضطرين نختم اجتماعنا في خلال 5 دقايق عشان الكارما وعلشان المكان, لازم في خلال 5 دقايق نكون خلصنا فعلا. ولكن في ليلة زي دي انا عايز اقضي 5 دقايق دول في الصلاة مع كل انسان عايز يترك ابليس وعيشته ويبدأ حياة جديدة مع المسيح. بس وطيها شوية وتواضع, ووقتنا ضيق جدا. هركع في هذا المكان
وارنم اخر ترنيم التوبه مع زياد، وعلى قلبي اشوف اكبر عدد من الناس والشباب والشابات والبيوت يجوا يركعوا معايا قدام، ونصلي لاجلكم تكونوا خدام جنود للمسيح في تينيسي. مش هنقعد بالتقسيط، هي 5 دقايق، اللي هيجي هيجي واللي مش هيجي مش هيجي. فاشجعك انك تيجي تركع معانا، شجع اللي جنبك، تعالوا اركعوا وقولوا للمسيح يا رب احنا عايزين نبدا معاك حياه جديده. امين. يمكن الاطفال اول نفس بتيجي، برافو ان لم تصيروا مثل الاطفال. تعال يلا اخي زياد اخر ترنيمه، تعال صلي معانا، اركع معانا، اتضع نتبان. امين. شجعونا، شجع نفسك، شجع الاخرين. تعال تعال بالاسره بالكامل، قول له عايز ابقى جندي ليسوع. تعالوا معانا يلا الشباب والشابات، عايز كل الشباب والشابات بقدر الامكان يجوا. امين يا رب اسم الرب يسوع. عايز الشباب والشابات يخدموا المسيح اسم الرب يسوع. على فكره بركه انك ترجع، مش عيب. تعالوا صلوا معانا، تعالوا. خاطئ انا وغلطان وبعمري مرضي، لو حاجه رابطه رجلك قول في اسم يسوع وتعالى اركع معانا. تشجعوا، شجعونا كل الشباب والشباب، تعالوا صلوا معانا والكبار كمان. تعالوا افكاري والكلمات، تعالوا. بعرف انا قول انا مش هبقى غلام تاني، مش هبقى عبد تاني، انا هاكل من المسيح، انا هتغسل بدم المسيح. هنلاقي فين زياد يرنم لنا تاني، فرصه عظيمه. امين. قادر تمحي كل، تعالوا صلوا معانا كبار وصغيرين، تعالوا. غسلني بدمك، بدي تصير علي راضي، امنت. امين. في ناس من اللي ورا جايين، امين، هللويا. امهات شايلين اطفال يربوهم في المسيح. من دونك صلي معايا 15/10/2017. قول انا وبيتي نعبد الرب. تعبت من كتر التفتيش، عايز اربي عيالي الصح، على معنى الهنا، عايز بيتي يتغسل بالدم، جربت مش عايز ابليس لي مكان في حياتي، عايز اتحصن. فكرت ادرك مكانك وتعالى صلي معانا اخر لحظات. سامحني، منظر جميل جدا، شباب وشابات وكبار راكعين، هللويا. تعالى ما تترددش. امين. امين يا رب باسم الرب يسوع. فك القيود يا رب، فك القيود يا رب. مين تاني يجي مع اللي راكعين في اسم الرب يسوع؟ خلي النهارده يوم خلاصك، يوم مقابلتك مع المسيح. امين. امين. مين تاني جاي؟ بقدر انساك، انت تسامحني بترشاك، رجع لك انا، رجع لك. غسلني بدمك، بدي تصير علي راضي، امنت وصدقتك انك قادر تمحي كل الماضي، رجع لك. غسلني بدمك، بدي تصير علي راضي، آمنت وصدقتك إنك قادر تمحي كل الماضي. طيب أمين. هطلب الأخ زياد يرفع يديه ويصلي لأجل كل الناس اللي راكعين، أخونا المريض اللي على الكرسي، نصلي إن رب يشفيه شفاء جسدي بمعجزة. هتقول لي بيعمل؟ طبعا بيعمل يا رب، اشفي أخونا. بس قبل ما أعمل كده، لأن فاضلنا دقيقة ونخلص على الشاشات وهنا، مين تاني النهاردة 15/10/2017 عايز يفلت ايده من العمليخي ويحط ايده في داود الحقيقي يقوم بسرعة يصلي معانا؟ مين كمان؟ امين، هللويا. النهاردة ليلة بركة، هللويا، ليلة تاريخية في اسم الرب يسوع. امين. مين؟ قومي وتعالي. امين. تعالوا تعالوا، على فكرة حتى لو في النص، لما تطلعوا تساعدوا الناس انها تطلع، تعالوا قدام. امين. امين يا رب اسم رب. تعالي معانا صلي، تعالي معانا صلي. لو مكسوف تطلع قدام، اقف في مكانك. امين. اخ زياد لو سمحت.
أشكرك لأنك تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك أب. يا رب يا رب أنا مش قادر أخلص نفسي. يا رب صلي معايا. يا رب خلصني من الخطية. أنا إنسان مقيد، أنا إنسان شرير، أنا جرحت قلبك يا رب، أنا علقتك على الصليب بخطاياي وشروري وأثامي وذنوبي. أنا جاي لك يا رب، سمعت عنك أنت داود الحقيقي، أنت رجل الرجال، أنت الرب القدير اللي قادر بدمك وقوة دمك الثمين يا رب تغطيني وتسترني وتشفيني وتحررني. يا رب أنا مليان خطايا، أنا محتاج نعمتك الآن. يا رب اشفيني، يا رب المسني، تعال تعال نور حياتي، تعال يا رب نور بيتي. من دلوقتي أنا ليك يا رب وأنت ليا، من دلوقتي أعبدك وأعيش لك ملك يا رب وقدس للرب باقي أيام حياتي. اغسلني، اغسلني بدمك الثمين، اغسلني وسجل اسمي في سفر الحياة. أنا محتاج لك يا رب، اتلامس معايا، تعال بنعمتك يا رب، تعال تعال تعال. أنا محتاج لك، أيامي على الأرض كل ليك، أنا عايز أكرم اسمك، أنا عايز أعيش وأسير في النور، أنا عايز أسلك بالروح في اسم الرب يسوع. في اسم المسيح. أخ زياد، آخر عدد ترنيم، والأخ بيتر هيجي يختمنا بالصلاة الختامية، لازم نخلص عليها. أنا محتاج لمسة روحك، إذا حد تاني يحب ينضم لينا، لمسة روحك، تحب تصلي معنا في الآخر، تعالي تعالي قدام. وأنا محتاج يا يسوع دمك، أقف معايا صلي، أقف معايا في مكانك، أنا محتاج لمسة روحك. أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، أنا محتاج دمك، وأنا محتاج يا يسوع دمك بيتر يطهرني. وأنا لما أجي وأشوفك وأشوف اسم على كفوفك، بتفك الأسر وحقك بيحررني. وأنا لما أجي وأشوفك أشوف اسم على كفوفك، بتفك الأسر وحقك بيحررني. حزين عسيني، أنا جاي لك خاطب لقني وشفيني، المسني في سلطانك وريني مجد جمالك، وغمر قلبي بحنانك ورميني. أنا جاي شكر وأي حمد يمكن أن نعوضك عن شخصك العظيم المبارك اللي فعلا بحق عطية الله التي لا يمكن أن يعبر عنه. أنت عطيتنا نفسك، أنت وأنت العظيم في صورة الله لم تحسب خلصة أن تكون معادل لله. أنت اللي بك كان كل شيء وبغيرك لم يكن شيء مما كان، لكن ارتضيت أنك تنزل على الأرض وتموت موتة العار، صرت على خشبة العار خطية من أجلنا عشان نصير نحن بر الله فيك. يا رب من فضلك أنت سفكت الدم الكريم، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. أنت حمل الله يا رب من فضلك. كل شخص طلبك النهاردة، كل إنسان طلبك من قلبه، سمعوا صوتك الحلو الجميل وانت بتقوله مغفورة لي خطاياك، أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. نشكرك يا رب، احنا ما نقدرش نخلص نفسينا، لكن من فضلك كل شخص طلب منك هذه الطلبة اعطيله يقين الخلاص، اعطيله يقين انه هو صار في المسيح خليقة جديدة يا رب من النار. حرر النهاردة القلوب يا رب، كل إنسان تعبان من الخطية، كل إنسان تعبته الخطية، كل إنسان
ملبوس من إبليس يا رب حرر النهاردة، اشفي أيها الطبيب العظيم وأعطي حياة أبدية لكل من يطلبك. يا رب أنا أثق أن في نفوس النهاردة طلبتك وأخذت حياة جديدة، احفظهم في اسمك يا رب، احفظهم في قوة كلمتك، صونهم يا رب، حصنهم من إبليس، أعطهم يقين أنهم صاروا أولاد الله ولا يمكن أن يهلكوا إلى الأبد. أنا بشكرك لأنك فعلا عطتنا 3 أيام في السماء يا رب. أنا نفسي أشوف فعلا خدام هنا في نشفل يا رب، الناس اللي عرفوك في 3 أيام دول تخليهم يكونوا ثابتين فيك ومش بس مؤمنين لكن فعلا خدام. يا رب أستودعك نشفل بين إيديك، أستودعك تينيسي كلها يا رب بين إيديك، أنت اللي ابتديت عمل هنا قادر أنك تكمل إلى النهاية. شكرا وحمدا ليك يا رب من كل القلب، نعظم اسمك ونسجد قدامك. واسمعنا ختاما عندما ندعوك بالشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا بالمسيح يسوع ربنا، كملك والكون المجد إلى الأبد آمين.